أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من ملف اليوم. حبل مشدود تسير عليه الهند بين موسكو وواشنطن منذ الحرب الأوكرانية، الحرب التي وقفت منها نيودلهي موقفا محايدا رافضا للعقوبات وداعيا للسلام. واليوم يحل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضيفا رسميا على روسيا لمدة يومين في زيارة هي الأولى منذ بداية هذه الحرب. الهند التي يربطها بروسيا علاقات تاريخية متجذرة تحاول واشنطن زعزعتها باجتذاب الهند نحو المعسكر الغربي لتكون ثقلا موازنا في مواجهة الصين وعاملا في نبذ روسيا. موسكو التي وضعها الغرب في عزلة دولية تخرج منها بعلاقات ودية مع الهند وكوريا الشمالية وكذلك الصين. الصين التي تثير مخاوف الهند بقدر ما تقلق الولايات المتحدة. إذن هي معادلة تتشابك فيها حسابات الهند بين الحفاظ على الشريك الروسي والميل نحو المعسكر الغربي، وكلاهما من أجل بكين. زيارة مودي إلى روسيا أجندتها، أهدافها، وكيف يراقبها الغرب؟ نناقش هذا الملف في هذه الحلقة. تعزم محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها. عملية كامل عسكرية. ماذا قالت الصحف عن هذه الزيارة؟ صحيفة The Indian Express نقلت عن السفير الهندي لدى موسكو تصريحات قال فيها إن محادثات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستركز على التجارة الثنائية والعلاقات الاقتصادية المشتركة وكذلك البحث العلمي والتكنولوجي، وإن المحادثات الثنائية قد تسفر عن نتائج ملموسة في العديد من المجالات. الصحيفة الهندية ذكرت أن مودي سيحل اليوم ضيفا على موسكو في زيارة تستغرق يومين لحضور القمة الهندية الروسية 22 بعد أن عقدت آخر قمة لهما في نيودلهي في عام 2021. بحسب The Indian Express أيضا، فإن زيارة مودي هي الأولى إلى روسيا منذ الحرب الأوكرانية ومنذ نحو 5 أعوام، وكذلك منذ إعادة انتخاب ناريندرا مودي لولاية ثالثة. يبدو أنها زيارة هامة يجريها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا، إذ تأتي أهميتها كونها الزيارة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتتمتع الدولتان بشراكة خاصة وتعاون مثمر، ما يطرح تساؤلات حول أهمية الزيارة في هذا التوقيت الراهن خاصة في مجال التعاون الدفاعي. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. قمة ترتيب الأوراق، هكذا يرى العالم زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى موسكو، إذ تعتبر الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. فرغم التحديات الجيوسياسية، إلا أن موسكو ونيودلهي حرصتا على التمتع بشراكة خاصة ومتميزة، ظلت صامدة في ظل حروب وأزمات عالمية. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن مودي وبوتين سيناقشان أفاق تطوير العلاقات الروسية الهندية، فضلاً عن القضايا ذات الصلة على الأجندة الدولية والإقليمية، مؤكداً أن روسيا تظل من أهم شركاء الهند التجاريين خاصة في مجال الأسلحة والدفاع. منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لم تنضم الهند إلى ركب الدول الغربية في إدانة عملياتها في أوكرانيا، إذ رفضت إلغاء واردات النفط إلى روسيا. واستمر التعاون بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية. في مجال الدفاع تشارك الهند وروسيا في مناورات عسكرية ثنائية ومتعددة الأطراف، إضافة إلى استعانة نيودلهي بكثير من الأسلحة الروسية، منها منظومة S-400 للدفاع الجوي والإنتاج المرخص للدبابات T-90 ومقاتلات سوخوي 30. الشراكة بين موسكو ونيودلهي
أصبحت محفوفة بالمخاطر منذ بدأت روسيا في تطوير علاقات أوثق مع الصين. اهتمام خاص يؤديه الغرب لزيارة مودي إلى موسكو، فالعلاقة الوثيقة بين مودي والولايات المتحدة تشكل اختباراً حقيقياً للعلاقات مع روسيا. فماذا عن مخرجات هذه الزيارة وتداعياتها أيضاً؟ قبل أن نبدأ النقاش وأذهب لضيوفي، ننتقل إلى هذه اللقطات وهي الاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال هذه الزيارة التي نناقشها في هذا الملف وهذه الحلقة. ربما هذه لقطات وردتنا من هي لقطات تأتي من موسكو منذ قليل للمباحثات التي يجريها الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. كما ذكرنا في المقدمة، هي زيارة هامة للغاية، زيارة هي الأولى منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. ربما سيكون على أولوية هذه الزيارة الكثير من الملفات، الكثير من المباحثات. الدولتان الهند وروسيا تربطهما الكثير من العلاقات ومجالات التعاون، تحديدا كما ذكرنا التعاون الدفاعي. هذه اللقطات نعرضها الآن، ونعود الآن لاستقبال أو لاستكمال هذه الحلقة، ونبدأ الآن النقاش والتحليل. معنا الآن الضيوف، معي ضيفي من القاهرة الدكتور حامد فارس وهو أستاذ العلاقات الدولية، وكذلك معي من نيودلهي الدكتور غولريز شيخ الخبير في الشؤون الجيوستراتيجية، كذلك من موسكو ألكسندر سازبكين الدبلوماسي الروسي السابق. وهؤلاء هم الضيوف الذين معنا حتى الآن. أرحب بجميع الضيوف معي في هذه الحلقة. أبدأ من القاهرة مع الدكتور حامد. دكتور، هذه الزيارة هي الأولى كما ذكرنا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. هل وراء هذه الزيارة الكثير من الدلالات، أم هي تأتي في إطار العلاقات الطبيعية بين البلدين؟ أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية. طبعا يا أستاذة آية، دعيني أؤكد لك أن هذه الزيارة تأتي في ظروف قاسية ومختلفة عن كل الزيارات السابقة، لأنها أول زيارة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى روسيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل أنها تؤدي إلى تشكيل تحالفات جديدة وتعكس أن هناك رغبة وإرادة سياسية روسية هندية لنقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والسعي وبكل قوة إلى إيجاد الكثير من المواقف المشتركة سواء على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الاقتصادي، باعتبار أن المستوى السياسي هناك تطابق في الرؤى فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن الهند يعني لم تدين روسيا بشكل واضح فيما يخص هذه الحرب، وأيضا على المستوى الاقتصادي والمستوى الدفاعي. المستوى الدفاعي نرى أن روسيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية كانت من أكثر الدول التي تمد الهند بالسلاح، ولكن بعد هذه الحرب اتجهت الهند إلى مصادر بديلة كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أهم الملفات التي سيتم التباحث بشأنها هو العجز في الميزان التجاري بين البلدين، لأن روسيا تقوم بتصدير ما لا يقل عن 60 مليار دولار إلى الهند، وعلى الناحية الأخرى الهند تقوم بتصدير إلى روسيا ما يزيد عن 5 مليار دولار، وهذه نقطة جوهرية سيتم التباحث بشأنها. وأيضا الملفات الأخرى ذات الأهمية الكبرى وعلى رأسها ملف النفط والغاز، باعتباره من أكثر الملفات خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تحولت الهند إلى أكثر الدول استيرادا للغاز والنفط الروسي، وبالتالي أرى أن هذه الزيارة تشكل تحالف جديد في مجال الزيارات المهمة الأخيرة التي قام بها الرئيس بوتين أو حتى تمت داخل الدولة الروسية، سواء زيارته إلى كوريا الشمالية أو زيارة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى روسيا، كدليل قاطع على أن هناك تشكل جديد في النظام الدولي. هذه نقطة يا دكتور يمكن تحتاج الكثير من الوقفات أو تحتاج إلى تفنيد، سأعود إليك فيها بعد قليل. ولكن ينضم إلينا ضيف جديد الآن من مهاراشترا،
فترة في الهند الدكتور كانيش كوفيج الخبير في شؤون الدفاع الجيوستراتيجي والسياسة الهندية، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. ولكن سؤالي الآن إلى نيودلهي حيث الدكتور جول ريز، زيارة مودي إلى روسيا تأتي للاحتفال بالقمة 22 بين نيودلهي وموسكو، إذا لم تكن هذه المناسبة حاضرة في هذا التوقيت، هل كانت موسكو ستبقى كما هي الخيار الأول لمودي كزيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه لولاية ثالثة؟ حسنا، في هذا الشأن الهند كان لديها الكثير من المعطيات، وكانت هناك اهتمام كبير من جانب الهند أن تعقد المؤتمرات والقمم على المستوى الرفيع. تأتي هذه الزيارة في خضم العلاقات الثنائية، ومودي يعطي أهمية كبيرة ويعطي رسالة إلى العالم أن السياسة الهندية سوف تتسم دائما بالتوازن وسوف تكون راسخة بدون أي تأثير خارجي أو يملي علينا أي شيء. الهند سوف تستمر في أن تكون مستقلة من وجهة نظرها. طيب سيد ألكسندر، في موسكو، موسكو روسيا التي يحاول الغرب عزلها دوليا، كيف تشكل زيارة مودي أهمية كبيرة لها كما يقول المسؤولون في الكرملين؟ سيد ألكسندر هل تسمعني؟ نعم أسمع. أعيد عليك السؤال مرة أخرى، موسكو روسيا التي يحاول الغرب عزلها دوليا، كيف تشكل زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أهمية كبيرة بالنسبة إليها؟ صحيح أنه نحن سمعنا هذه الآراء في الأوساط الغربية، لكن نحن دائما نؤكد أن روسيا الآن تطور العلاقات واسع بشكل واسع جدا مع عدد كبير من الدول، حتى ربما بالعدد أكبر مما كان سابقا عندما نحن كنا نهتم بالعلاقات مع الغرب، ونوعا ما كان الإهمال للعلاقات مع العالم الآخر. فالآن أنه توجهت روسيا إلى آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية، ومن بينها الأقطاب الأساسية معروفة بدرجة أولى الصين والهند. فبالتالي أنه كذلك شيء مهم أنه العلاقات الروسية الهندية التقليدية متطورة، فلذلك كل واحد سواء كان بوتين أو مودي يهتمون بالحفاظ على المستوى العالي لهذا التفاهم الجيوسياسي. فهذه الزيارة لها الأهمية برأيي بدرجة أولى جيوسياسية، لأنه أجندة طبعا بالتعاون طويلة عريضة، في نفس الوقت يجب إبراز أمام العالم كله أن هذا التقارب الروسي الهندي موجود دائما ويلعب دورا هاما على الصعيد الدولي. طيب دكتور كانيشك، هذه المعادلة كيف تزن الهند هذه المعادلة؟ علاقات جيدة مع الغرب، علاقات كذلك جيدة مع روسيا، وروسيا التي تصنف الآن بأنها عدوة لهذا الغرب، كيف تقوم الهند بالتوازن في هذه العلاقة؟ طيب أعيد عليك السؤال مرة أخرى، كيف تحدث الهند الآن هذا التوازن في العلاقات الجيدة، التوازن والحفاظ على العلاقات الجيدة مع الغرب وكذلك العلاقات الجيدة مع روسيا؟ الهند وروسيا كانوا دائما على مدار التاريخ لهم علاقات طيبة، حيث تعود هذه العلاقات إلى أعوام طويلة منذ الاتحاد السوفيتي ومنذ نشأته. لقد كان لدينا تفاهما متبادلا في كثير من الشؤون وفي كثير من الملفات على كافة الأصعدة. الهند وروسيا لديهم رؤية مشتركة. على المستوى الآخر لدينا بعض المصالح المتبادلة، وهناك علاقات متبادلة نامية.
وأيضا هناك محاولات لإعادة تعريف هذه العلاقات بشكل أكثر تواؤما. وعلى الجانب الآخر الهند ترى أن هناك حاجة إلى التغيرات في السياسة الخارجية بما يتواءم ويتماهى مع المصالح الهندية بدون المساس بأي مصالح أخرى مع أي طرف آخر. لقد كان هناك الكثير من الرؤى التي تدعم هذا التوجه، وهناك بعض الرؤى المضادة التي تجابه الرؤية الهندية من دول الغرب، ولكن الهند تحاول أن تحافظ على نقطة اتزان. الهند سوف تستمر في هذا المسار، والهند سوف ترى هذه النتائج المثمرة على مدار هذه العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في كثير من المنصات والمنتديات التي ستكون جلية في هذا الشأن. فبذلك الهند تفعل ما عليها من خلال اتباع مصالحها الوطنية، وأيضا من خلال تفهم السياقات الدولية مع المحافظة على طيب العلاقات مع كافة الأطراف. ويمكن أن نتجنب المزيد من التداعيات بشأن هذه السياسة. إذن هو التزان تحاول الهند الحفاظ عليه كما ذكرت في العلاقات، ولكن علاقة وطيدة مع روسيا كما ذكرت، تعاون في مختلف المجالات، ألا يشكل خطر على الغرب هذه العلاقة الوطيدة بين الهند وروسيا؟ It would be a danger if it was something that has just emerged out of nowhere. لقد استمرت هذه الرؤية على مدار سنوات طويلة. بالطبع ربما يرى الغرب أن هناك مخاطر ناجمة عن العلاقات الهندية الروسية، ولكن في حقيقة الأمر الهند تعمل على كثير من الملفات والمجالات من خلال توثيق التعاون بشكل أكبر مع روسيا وتعزيز علاقاتها مع الغرب بطريقة إيجابية. ولكن الحقائق العالمية لها رؤية أخرى، حيث تملي على الهند أن يكون لها علاقات متوازنة مع كافة الأطراف. الهند أيضا تحاول تعزيز تحالفاتها دون أن تتسبب في أي عدائيات مع روسيا. لابد أن نفهم الموقف من خلال الوقائع على الأرض. يمكن للهند أن تتعامل مع هذه الملفات كافة، ويمكن أن تحقق الكثير من الخطوات الإيجابية في هذا الشأن، ليس فقط في علاقاتها مع روسيا ولكن مع جميع دول العالم وخاصة الغرب. الهند كان لها الكثير من القدرات لتعزيز هذه الرؤية والسياسة الخارجية لمجابهة أي تحديات تحيط بها. الأمر لا ينصب على التحديات التي يمكن أن يراها الغرب، ولكن الهند تركز على مصالحها الوطنية بشكل أساسي وفي المقام الأول وبدون المساس أو الإضرار بأي طرف. ولكن على النقيض تقدم الهند دائما يد العون إلى الجميع. إذن هو تركيز على المصالح الأساسية تحاول الهند تحقيقه من خلال هذا التوازن في العلاقات مع الجميع كما ذكرت. دكتور حامد، أعود إليك. أنت قلت منذ قليل أننا أمام تحالف جديد بعد هذه الزيارة، زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى موسكو. كيف يكون هذا التحالف، خصوصا أنك أشرت إلى زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان منذ أيام تقريبا إلى موسكو أيضا؟ طبعا يعني هذه الزيارة بتؤكد على أن الغرب فشل في حصار روسيا. قولا واحدا، كان هناك رغبات متزايدة من قبل الغرب لمحاولة تقويض روسيا سواء على المستوى السياسي أو أيضا الاقتصادي، وبالتالي هذه الزيارة تؤكد فشل الغرب في فرض سياسة الأمر الواقع على روسيا، لأن هذه الزيارة تؤسس لواقع جديد وهو عالم متعدد الأقطاب والقوى، ولا أقول عالم الثلاثية القطبية أو عالم القطب الواحد، ولكن أن هناك رغبات متزايدة من قبل روسيا ومن قبل الصين ومن قبل أيضا الهند للتواجد وبشكل دائم في كافة المشاكل التي زادت وتيرتها في العالم بشكل كبير. عليك أن تتخيلي أن حجم الصراعات يا أستاذة آية في العالم، كان هناك صراعات في حوالي 67 دولة. هذه الدول بدأت تنحصر بها الصراعات، ولكن للأسف زادت وتيرة هذه الصراعات لتصبح موجودة في 95
90 دولة بزيادة حوالي 33%، وده يؤكد على أن النظام الدولي الحالي لم يعد قادرا على مواجهة هذه التحديات، في ظل أن روسيا لديها الآن علاقات قوية ووطيدة سواء مع الجانب الهندي أو الجانب الصيني، والعلاقة بين روسيا والصين قولا واحدا هي تقلق الجانب الهندي، وبالتالي هذه الزيارة ستبحث في كيفية إيجاد أرضية مشتركة تكون دافعة إلى تغيير النظام العالمي. وأيضا هناك نقطة جوهرية لابد أن أشير إليها، وهي كما حضرتك أشرت، وهي زيارة فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر لروسيا كدليل قاطع على أن هناك تفكك في المواقف الأوروبية باتجاه عزل روسيا وباتجاه ألا تكون هناك علاقات متوازنة مع الكثير. ولكن يا دكتور، يمكن الاتحاد الأوروبي ندد بما قام به فيكتور أوربان وقال هذه زيارة لا تمثل إلا شخصه ولا تمثل أبدا الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية. بالفعل، ولكن ستكون المجر هي الشوكة الموجودة في ظهر الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، خاصة أننا إذا شاهدنا المواقف الأخيرة كانت واضحة من أن المجر كانت ترفض رفضا قاطعا فرض أي عقوبات اقتصادية أخرى على روسيا، لأن هذه العقوبات لها ارتدادات كارثية على الشعوب الأوروبية، ولنا في ذلك حكمة عندما نشاهد أن اليمين المتطرف الذي صعد بشكل كبير سواء في انتخابات الاتحاد الأوروبي أو في الكثير من الدول كدليل قاطع على رفض الكثير من السياسات ورفض الكثير من الحكومات، وأن هناك تغير في مزاج الناخب الأوروبي الذي يرفض بشكل قاطع هذه العقوبات على روسيا، لأنه كما يعلم القاصي والداني أوروبا كانت تعيش رفاهيتها على الغاز الروسي الرخيص، ولكن الآن تحصل عليه بأربع أضعاف ثمنه من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى زيادة التضخم، زيادة البطالة، الكثير من المشكلات الداخلية. كل هذا يؤكد على أننا سنكون أمام مشهد متغير في المواقف الدولية التي ستؤكد على انتهاء هذا النظام، حتى وإن كان ذلك سيستغرق بعض الوقت. دكتور جولريز، أول شيء يتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن مثل هكذا زيارة من الرئيس أو رئيس الوزراء الهندي إلى موسكو، فورا تحضر صورة الحرب في أوكرانيا أو ملف الحرب في أوكرانيا. الحرب في أوكرانيا هل أثرت بأي شكل على العلاقات بين الهند وروسيا؟ إذا ما سألتموني على المستوى التكتيكي بشكل مباشر أقول لا، العلاقات بين الهند وروسيا راسخة ومستقرة بشكل كبير، وقد رأينا الكثير من التقلبات في العلاقات الأخرى مع روسيا مع دول العالم، ولكن رأينا بالفعل أن نحافظ على العلاقات المتبادلة مع روسيا بشكل مستقر، ولكن الهند وروسيا حتى بعد هذه الحرب زادت وتيرة التبادل التجاري، فبالتالي هذه دلالة كبيرة على اهتمام البلدين إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري والتبادل التجاري بدون أن يكون هناك دعم مباشر إلى روسيا، فبالتالي يمكن أن تحقيق التعاون على كثير من المنصات والمنتديات العالمية، وحتى أن هذه القمة التي يمكن أن تتناول بعض القضايا منها الصراع في أوكرانيا سوف تكون الهند لديها رؤية متوازنة، فالهند لم توقع على عدد من الوثائق المتعلقة بالعقوبات المفروضة على روسيا، حيث أن الهند ذكرت موقفها بكل صراحة أنها لن ترغب في أن تتورط في أي عقوبات على الهند على روسيا. هناك مزيد من التعاون على المستوى الدبلوماسي والتجاري، فأصبحت هناك حاجة كبيرة إلى دعم العلاقات المتبادلة، ولقد رأينا كل هذه الأمور في البيئة الجيوسياسية. طيب، إذن أنت قلت أن العلاقات بين روسيا والهند لم تتأثر بعد هذه الحرب، بل بالعكس العلاقات هي وطيدة منذ القدم وربما أصبحت أكثر قوة ومجال التبادل التجاري زاد بين البلدين وما إلى ذلك. هل يعني هذا الحديث وهذا الأمر أن بعد هذه الزيارة تذهب هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وتكون أكثر قوة؟
نعم بالطبع، وأنا لدي الكثير من الطموحات في هذا الشأن. لقد اختار السيد مودي هذه الوجهة لتعزيز العلاقات الثنائية منذ بداية ولايته الجديدة، وكان بيانا صريحا من جانب مودي أنه يسعى إلى تعزيز العلاقات الخارجية وخاصة مع روسيا، وتناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تؤثر على العلاقات التعاونية وكذلك في البيئة الجيوسياسية. وحيث عندما كان مغادرا إلى موسكو ذكر السيد مودي أنني أتطلع إلى هذه اللقاءات المثمرة لتعزيز التعاون الثنائي مع صديقي بوتين، فبالتالي هو يدعوه بصديقي، يقول أنه صديقي، فبالتالي هذه دلالة كبيرة على أهمية مشاركة الرؤى مع الأصدقاء على الكثير من القضايا الدولية والمحلية وكذلك الإقليمية، وحتى أنهم سوف يتناولوا موضوعات خاصة بأوكرانيا والحرب الدائرة هناك. يمكن أن أخبركم شيئا، من هو القائد العالمي بخلاف السيد مودي الذي يمكننا أن يتناول هذه الموضوعات كافة مع بوتين؟ لا يوجد إلا السيد مودي حاليا. طيب سيد ألكسندر، في موسكو هل ترى بالفعل نفس وجهة النظر الخاصة بأن الحرب في أوكرانيا لم تؤثر أبدا على العلاقات بين الهند وروسيا، بل بالعكس جعلتها أكثر قوة، وربما هذه الزيارة كما يقول ضيفي من نيودلهي ستذهب بالعلاقات إلى أفاق أرحب؟ من الناحية السياسية ربما هناك تأثير، بمعنى أنه نحن نتوجه إلى نظام عالمي للأمن على الصعيد العالمي في كل المناطق، وما يجري على الساحة الأوكرانية لهذا النزاع يشجع الإسراع في بلورة لنظام أمن جديد. وبطبيعة الحال الدول الأسيوية الأساسية من بينها الهند تهتم بهذا التطور، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه بطبيعة الحال العلاقات الاقتصادية وتوجه روسي إلى آسيا والهند بالتحديد فتح مجال أوسع بكثير من السابق لشراء البترول الروسي، وكذلك هناك أفق أوسع للاستثمارات المتبادلة بما في ذلك استثمارات روسية، على أساس أنه في تجارة هناك العملة الوطنية الهندية ويجب استفادة منها عن طريق استثمارات روسية داخل الهند. فكل هذه الأشياء طبعا تعمق التعاون ما بين البلدين. طيب سيد ألكسندر، هنا ألا تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخوف من هذا الأمر، تتخوف من هذا التعاون، تتخوف من مثل هكذا زيارات تحدث الآن؟ هذا دائما لديهم انزعاج والتخوف من زيارات بوتين إلى كوريا الشمالية أو إلى الصين وإلى آخره. في نفس الوقت أنه خلينا نكون واقعيين، العبارة الرئيس بوتين يحبها أنه نحن نقوم بالعلاقات الصداقة مع الجميع ليس للمحاربة أخذ بل لتوطيد الصداقة بيننا وليس ضد أحد. فبالتالي أن العلاقات الروسية الهندية طبعا لا تهدد أي واحد. شيء آخر أن الغرب هو يريد العزل الروسية، فبالتالي العلاقة الروسية مع الهند طبعا تعتبر يعني عامل سلبي للاستراتيجية الغربية تجاه الروسية. هذا مفهوم جيدا، ولكن أظن أن أدوات الغربية الأمريكية للضغط على الهند
أدوات غير متوفرة للتغيير النهج الهند، لأن الهند تستفيد كثيرا من التعاون مع روسيا، وهذا أظن أن التعاون مع روسيا عامل كثير جيد لتشجيع النمو الاقتصادي الهندي. والآن حسب الاعتراف الجميع سواء كان نحن أو أمريكان وإلى آخره، العالم دخل مرحلة تنافس منافسة ما بين الأقطاب الأساسية، فلذلك شايفين أن أوروبا تخسر، أما الهند والصين تربح على أساس التعاون مع روسيا، وأصبح هناك تحويل التعاون من أوروبا، التعاون في مجال الطاقة إلى الصين والهند، وهذا طبعا العوامل مفيدة جدا لهذه الدول الأسيوية. طيب أنا أرجو من جميع ضيوف أن يبقوا معي، نذهب إلى هذا العرض، مناورات، تدريبات مشتركة، تطوير أسلحة، هكذا تتنوع سبل الشراكة العسكرية بين روسيا والهند، حتى قررت البلدان تطوير الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في تطور عسكري يثير قلق الغرب. ماذا عن أبرز ملامح العلاقات العسكرية بين روسيا والهند؟ نتابع هذا العرض ونعود مرة أخرى. أعود إلى ضيوفي وتحديدا إلى سيد كانيشك في الهند. بعد هذا العرض الخاص بالتعاون الدفاعي بين روسيا والهند، روسيا تعتبر المصدر الأول للأسلحة بالنسبة للهند، لكن واردات هذه الأسلحة انخفضت في الثلثين أو من الثلثين إلى الثلث خلال السنوات الخمسة الأخيرة. هل كان هذا الأمر كان قرارا من أن يدلهي بتنويع مصادر الأسلحة، أم ربما أن روسيا لم تعد قادرة على الإيفاء بهذه المتطلبات العسكرية للهند وهي تخوض هذه الحرب في أوكرانيا؟ سيد كانيشك، هل تسمعني؟ طيب سيد كانيشك في الهند، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل معه، أنتقل إلى القاهرة دكتور حامد. دكتور، نفس السؤال، كيف تعلق على مثل هكذا انخفاض في تصدير الأسلحة من قبل روسيا للهند خلال الأعوام الأخيرة؟ طبعا الهند متفهمة بشكل جيد أن تقليل عدد القطع العسكرية أو غيرها من المعدات التي كانت تصل إليها من قبل روسيا، هذا لم يحدث إلا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي هذا جعل الهند تتوجه إلى يعني مصادر أخرى في سبيل الحصول على الأسلحة اللازمة لجيشها سواء من فرنسا أو الولايات المتحدة. يعني لم يكن قرارا من الهند يا دكتور؟
لم يكن القرار من الهند ولكنه كان قرارا روسيا، لأن روسيا تحتاج إلى كل أسلحتها وكل ما تنتجه في الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا متفهم وبشكل كبير جدا من قبل الدولة الهندية ومن قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، باعتبار أن روسيا تحارب ما لا يقل عن أكثر من 52 دولة وتحتاج إلى كل الإنتاج الذي تقوم بإنتاجه. وبالتالي في ظني وتقديري أن هذه الزيارة تبحث من خلالها العامل الأول والرئيسي في هذه الزيارة هو العامل الاقتصادي وأيضا العامل العسكري الذي لا يقل أهمية، في ظل أن هناك شراكات استراتيجية واضحة عسكريا بين الهند وروسيا، باعتبارهم أن هناك محاولة لتطوير مقاتلة الجيل الخامس، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الشراكة بين الهند وبين روسيا وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عسكري. طيب يا دكتور، مهم أن أفهم نقطة بعد هذه الأرقام أو هذه المعلومات، هل هذا يعني أن بعد الحرب في أوكرانيا انخفضت فكرة تصدير الأسلحة الروسية إلى الهند والتعاون الدفاعي إلى حد كبير بينهما، ولكن من ناحية أخرى في مجال النفط في مجال الغاز ارتفع بشكل كبير؟ طبعا هو ارتفع بشكل كبير جدا فيما يخص الغاز والنفط، باعتبار ايضا ان الغاز والنفط الذي يصل من روسيا الى الهند تستفيد به اوروبا يا استاذ آية، لانه تقوم الهند بتكريره واعاده تصنيعه واعاده انتاجه واعاده تكريره وارساله الى اوروبا التي تعاني امر الامرين من ازمه طاحنه حتى هذه اللحظه. وبالتالي حتى وان كانت الهند هي المستفيد الاكبر من روسيا فيما يخص الغاز، لانها تحصل عليه بأسعار زهيدة وقليلة مقارنة بالدول الأخرى، فهذا يدل على أن هناك رغبات متزايدة وإرادة سياسية لتنويع الشراكات الاقتصادية بين الطرفين. وأيضا بعد وقف هذه الحرب أرى أن العلاقات العسكرية لن تتأثر بأي حال من الأحوال، ومن الممكن أن تعود إلى وتيرتها السابقة. ولكن في ظني وتقديري أننا ندخل في نفق مظلم، العالم بدأت يتحلل سواء سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا، في ظل أن هناك صراع بين الأقطاب الكبرى الآن في كافة الملفات سواء السياسية أو زيادة وتيرة الصراعات في كل بقعة من بقاع العالم، واقتراب المواجهة بين روسيا وحلف الناتو. وهذا إن دل على شيء يدل أننا نسير في اتجاه حافة الهاوية، وهذا سيدفع في اتجاه أن يكون هناك كل دولة ستكتفي بما تنتجه وتحتاج إليه في الفترة القادمة، خاصة أن الغرب أيضا وقع في نقطة جوهرية، وهي أنه يريد أن يتخلص من الغلطة التاريخية أو الخطأ التاريخي، وهو أنه لم يعد يطور أسلحته بعد الحرب العالمية الثانية. طيب دكتور جولدريز في نيودلهي، ربما ناقشنا وانتهينا من فكرة توازن أو إحداث التوازن من قبل الهند في العلاقات مع الغرب وكذلك مع روسيا، ننتقل الآن إلى علاقات أخرى أو شق آخر، وهو أن روسيا حليف للصين كما تعلم، وهناك خلافات عميقة بين الصين وبين الهند. هل التقارب والتحالف الكبير بين روسيا والصين قد يؤثر بشكل أو بآخر على العلاقات بين نيودلهي وموسكو؟ لا أعتقد أن روسيا سوف تدعم طرف على حساب طرف آخر، ولكن سوف تظل في منطقة منتصف. خلال 1962 خلال الحرب مع الصين، روسيا في ذلك الوقت كانت محايدة تماما ولا تدعم أي طرف من الطرفين، فبالتالي أتوقع أن في حال نشوب أي نزاع سوف تظل روسيا كذلك محايدة على جانب الحياد على الدوام، وسوف تحافظ على العلاقات الطيبة مع الصين ومع الهند كذلك. وقد رأينا كثيرا من هذه الأمثلة من جانب روسيا، حيث أنها قدمت السلاح إلى الهند وتحترم كذلك علاقاتها مع الصين، وترى أن هناك مزيدا وطموحات أكبر لروسيا فيما يتعلق بتعاونها مع الصين.
وأيضا هناك الكثير من الإمدادات الصينية إلى روسيا، وقد رأينا أن هناك تنامي في استقلالية الصين في علاقاتها مع روسيا. الهند بالطبع لديها بعض المخاوف، وسوف ترى وضوح هذه الرؤية في القريب العاجل. يعني ألا ترى أن الهند تبدي أي تخوف من هذه الشراكة بين روسيا والصين؟ ليس مخاوف أو ترقبات، ربما تكون بعض الترقب وبعض المحاذير التي يمكن أن توضع في الحسبان فيما يتعلق بالشؤون الأمنية. سيد ألكسندر، ربما نفس النقطة سيد ألكسندر، أنت كيف ترى هذا التحالف أو ربما هذه العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين، وبالتالي علاقة الهند أو مخاوف الهند؟ نحن لا نرى أي مشكلة في هذه المسألة، لأنه العلاقات الطيبة مع الصين والهند هذا يعني تساعدنا ولا تعارض التطوير العلاقة مع الثاني. فنحن نتحدث مع الطرفين بالصدق، ونريد أن نستفيد من العلاقة مع كل واحد ومن تنقيط الأجواء في العلاقات بين الصين والهند. ونحن نعرف شيء واحد، أنه الغرب يحاول دائما يستغل هذا الموضوع كأنه رئيس وزراء الهند توجه بسبب العلاقة إلى روسيا، بسبب علاقة روسيا مع الصين وإلى آخره. بالنسبة لنا ما فيش أبدا أي مشكلة، بالعكس أنه علاقات طيبة مع الاثنين، هذا شيء استراتيجي بالنسبة لنا. يعني حتى أنهي هذه النقطة، أتفهم من حديثك أن نفس التوازن الذي تحققه الهند في علاقتها مع الغرب وكذلك مع روسيا تحققه روسيا مع الهند وكذلك مع الصين؟ أنا ما بعرف بأي معنى بتصير المقارنة بين سياسة روسية أو الغرب، ولكن من حيث المبدأ نحن نحترم تنوع في العلاقات، ونحن لا نطلب الزيادة من أي واحد. فالنصر على أن العلاقات يجب أن يكون متنافعة، لأنه المهم جدا لروسيا أن لا يتصور واحد أنه هناك بتصير إملاءات من الجانب الروسي تجاه أي شريك من الشركاء، لأنه هذا أصبح المبدأ للسياسة الروسية. نحن نعرف التاريخ أنه دائما كان هذا موضوع الاستغلال، أنه الاتحاد السوفيتي كان اللي يؤثر على سياسات الآخرين. نحن لا نريد أن يكون هناك تكرار لهذه المخاوف من أي واحد بالنسبة لسياسة روسية. وكذلك الشيء المهم أن سياسة روسية لا تعتمد على الأحلاف العسكرية. نحن نقول دائما أن الشراكة هذا الشيء ولكن ليس حلف. أن تخلصنا من حلف وارسو، ونحن نريد أن أيضا نتخلص من الناتو كظاهرة خطيرة للعالم كله. طيب، يقول زملائنا دكتور كانيشك من الهند عاد إلينا من جديد. دكتور، إذا كنت تسمعني الآن، بعد العرض الذي عرضناه منذ قليل بخصوص التعاون الدفاعي بين الهند وروسيا، كان سؤالي لك بخصوص كيف تقيم التعاون الدفاعي الآن بين البلدين خصوصا بعد الحرب في أوكرانيا؟ كلا البلدين لديهم الكثير من التعاون الدفاعي على مدار التاريخ، ولكن روسيا بطريقة أو أخرى تحاول أن تزيد من وتيرة صادراتها الدفاعية إلى الهند. هناك الكثير من التغيرات
ولكن هناك هيكل عام للتعاون التكنولوجي الدفاعي، ولا زال هناك الكثير من المجالات لتعزيز التعاون. أعتقد أن هناك نقل الكثير من التكنولوجيا بين البلدين. روسيا ترغب في التعاون مع الهند في هذا القطاع الهام الدفاعي والتكنولوجي، فبالتالي تعطي هذه التكنولوجيا وتنقلها وتنقل المعرفة الفنية إلى الهند كذلك. ولكن الهند أيضا تحاول أن تلعب دورا حاسما وتحاول أن تظهر بشكل كأحد الركائز الأساسية للأمن والسلم في المنطقة من خلال هذا التعاون الدفاعي، وأيضا من خلال الاستثمار في القواعد الصناعية الدفاعية من أجل ضمان المصالح القومية. طيب، كما تعلم صادرات الأسلحة الروسية إلى الهند انخفضت في السنوات الأخيرة، وربما ضيوفي أرجعوا هذا الأمر إلى طبعا الحرب في أوكرانيا وما إلى ذلك. هل مثل هكذا زيارة سيسعى من خلالها الطرفان إلى عودة وتعزيز هذا التعاون في مجال تصدير الأسلحة، في مجال التعاون الدفاعي؟ أعتقد أن هذا الأمر لن يكون على المستوى القريب، ولكن سوف تكون هناك تطلعات كبيرة بين البلدين لتعزيز هذا الأمر. نحن لا نرغب في قطع العلاقات التجارية الدفاعية مع روسيا، بالطبع نحن نرغب في زيادتها، ولكن الهدف الأساسي هو ضمان المصالح الوطنية، يأتي ذلك في المرتبة الأولى بالنسبة للهند. إذا ما كان هذا يتوافق مع المصالح الروسية يمكن أن نستمر في هذه المباحثات المشتركة. هل للصين أي موقع من هذه الشراكات الآن وهذا التعاون الآن، خصوصا أنهم جميعا شركاء مثلا في تجمع بريكس؟ الأمر لا يتعلق فقط بمجموعة بريكس، ولكن هناك الكثير من السياقات. هل استمعت إلى سؤالي دكتور؟ طيب. طيب، أنتقل، يبدو أن هناك مشكلة مع ضيفي من الهند، أنتقل وأعود إلى القاهرة مرة أخرى إلى دكتور حامد. دكتور، جدير بالذكر أن بعد هذه الزيارة، بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى موسكو، سيكون هناك زيارة إلى النمسا، وهذه أول زيارة منذ نحو 4 عقود. هل هناك كذلك أي دلالات حول هذا الأمر أو هذه الزيارة؟ طبعا يا فندم، يعني هذه الزيارة تدل على أن هناك رغبات متزايدة لتوسيع وتنويع الشراكات الاستراتيجية المتزايدة للهند، باعتبارها أصبحت قطب مهم ومؤثر في النظام العالمي، خاصة أن أغلب الدول الآن تبحث عن إيجاد أرضية لها في الكثير من الدول والقارات المختلفة، بمعنى أننا نشهد أن هناك صراعا الآن في القارة الأفريقية، صراعا في الشرق الأوسط، نرى أن هناك صراعا أيضا في قارة آسيا. كل ذلك يؤكد على أن هناك رغبات لإقامة تحالفات جديدة مع القارة الأوروبية، وأيضا نرى أن روسيا نجحت وبشكل كبير في عدم نجاح الغرب في فرض إرادته على الدولة الروسية، لأن حضرتك كما أشرت هناك تجمع البريكس على المستوى الاقتصادي، وأيضا اتخاذ روسيا قرار مهم في الفترة الأخيرة بعدم الاعتماد على الدولار، وبالتالي هي ستبحث من خلال الزيارة المهمة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي لكيفية التبادل بالعملة المحلية في ظل تعاظم التبادل التجاري بين البلدين، وزاد من 61 مليار دولار ليصبح في خلال العام الأخير إلى 66 مليار دولار، وده دليل قاطع على أن هناك رغبات لتغيير النظام بشكل عام، وأن هناك أنين من الداخل الأوروبي للحرب الروسية الأوكرانية التي أفرزت الكثير من المشكلات، وعلى رأسها أن هناك حوالي 8 مليون مواطن أوكراني قاموا بغزو أوروبا وأصبحوا عبء ثقيل على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، مما أدى إلى ما نشاهده الآن من الكثير من الأزمات على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي. إذا تحدثنا يا دكتور عن الحرب في أوكرانيا، هل تبدو الهند وسيط مثالي للتوسط أو لإنهاء هذه الحرب بين البلدين؟
طبعا الهند يعني تمسك العصا من المنتصف، لديها علاقات قوية وجيدة مع الإدارة الأمريكية، وأيضا لديها علاقات قوية مع روسيا باعتبار أن القرار الأوكراني هو في يد الإدارة الأمريكية قولا واحدا، وبالتالي في كل الأحوال ليس هناك أي أفق سياسي لإنهاء هذه الحرب الآن، لأن كذا هناك أكثر من مبادرة تم طرحها ووئدت قبل حتى أن يتم يعني بحثها بشكل جيد. المبادرة التي تم طرحها من الأمم المتحدة والتي كانت مفاوضاتها في إسطنبول في تركيا، ثم بعد ذلك المبادرة الصينية والرفض الأمريكي لكي لا يكون هناك دور للصين في إنهاء هذه الحرب، ولكن الهند باعتبارها وسيط مقبول به من كافة الأطراف من الممكن أن تطرح مبادرة تكون دافعة إلى إنهاء هذه الحرب، لأن هذه الحرب تزداد رقعتها يوما بعد يوم، وإذا لم يتم إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية الآن فإننا سنتجه قولا واحدا إلى اتساع رقعة الصراع واقتراب المواجهة بين روسيا وحلف الناتو. طيب دكتور جولدريز، مع بداية الولاية الجديدة والثالثة لناريندرا مودي، بغض النظر عن هذه الزيارة إلى موسكو اليوم، ماذا تتوقع من ملفات خارجية ستكون على قمة أولوياته ربما لم تكن موجودة من قبل؟ Yeah, can you repeat the question, please? يرجى إعادة السؤال مرة أخرى. طيب بغض النظر عن هذه الزيارة التي نتحدث عنها، مع بداية هذه الولاية الجديدة والثالثة لناريندرا مودي، ماذا تتوقع من ملفات خارجية ستكون على قمة أولوياته في الفترة القادمة؟ إن رئيس الوزراء الهندي السيد مودي دائما ما يضع الأولوية للقضايا الداخلية ويدعو كثيرا إلى التعاون الدولي كذلك، وقد رأينا هذا جليا فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن كان رفض الولايات المتحدة واضحا في عدد من القضايا، فبالتالي أصبحت هناك كثير من الملفات الشائكة الخارجية، فأصبح رئيس الوزراء ناريندرا مودي هي المصالح الوطنية تأتي في المقام الأول، وكذلك الحفاظ على حرية الهند في السياق الخارجي فيما يتعلق بعلاقاتها مع روسيا، وكذلك في علاقاتها مع دول البريكس، واحترام المتبادل هو الأساس الذي يسعى إليه السيد مودي من خلال سياسته الخارجية. سيد ألكسندر، هل المشهد الآن بشكل عام يصنف الآن أنه في صالح روسيا؟ يعني على الأرض هناك تقدم للقوات الروسية، بتغيير سياسي بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي، وهناك تغييرات منتظرة خلال الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هل كل هذه التغيرات تصب في صالح روسيا الآن؟ بكل تأكيد الآن الأوضاع الميدانية تتطور لمصلحة روسيا، ولكن هناك سؤال ما فيش جواب عليه، هل هذا التفوق الروسي الحالي يكفي للقيام بالهجوم الكبير بالتغيير النوعي في الجبهة، أو يكون هناك الاستمرار مواصلة التحرك بطيئة بدون انقلاب الوضع، وخلال أي فترة سوف تتغير الأوضاع بشكل جذري، لأنه العامل الأساسي السلاح الغربي يأتي، فمن هذه الناحية ما فيش يعني أفق واسعة للتغيير لمصلحة روسية، ولكن هناك خسائر كبيرة الأوكرانية بالجبهة، فلذلك هنا النقطة ضعف للجيش الأوكراني، وكذلك نقطة ضعف الوضع المعيشي والاقتصادي في الداخل الأوكرانية، ومجيء الموسم الخريف والشتاء، كل هذا طبعا تطور لفائدة روسية، ولكن الموقف السياسي الغربي والأوكراني طبعا لا يشجع ببضع
تحرك تفاوضي أو شيء. فبالتالي نتوقع مواصلة الحرب خلال الفترة المنظورة القادمة. بشكل عام بساعات قليلة ربما وسنرى ماذا أو ما الذي أسفرت عنه هذه المباحثات بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي. أنا بشكر الجميع، جميع الضيوف. كان معي من القاهرة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، كان معي من نيودلهي الدكتور جولريز شيخ الخبير في الشؤون الجيوستراتيجية، من موسكو كذلك ألكساندر زازبيكين الدبلوماسي الروسي السابق، ومنذ قليل غادرنا من مهاراشترا في الهند الدكتور كانيش كفيك الخبير في شؤون الدفاع الجيوستراتيجي والسياسة الهندية. شكرا لكم جميعا على هذا النقاش وهذا التحليل. أشكر حضراتكم دائما على طيب المتابعة. كنت معكم على مدار هذه الحلقة أنا آية لطفي، وإلى اللقاء.